أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد العبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور وسرور يا أبو فهد، حياك الله وساعة المباركة. واليوم طبعا راح نستكمل حديثنا عن مجلة الفروسية اللي اصدرت في 4 سبتمبر 4 1978. نعم. ولقاء مع طبعا الأسطورة والملك، طبعا هو يعني من اشهر مهاجمي دول الخليج المرعب، الملك فيصل الدخيل. صحيح. بس هو ملك بعد. صحيح. والدخيل ملك مرعب. صحيح. جاسم ملك مرعب. فطبعا هذا اللقاء الجميل اللي قابله في ابراهيم شتله في عام 1978. طبعا احنا راح نستكمل هذا اللقاء، تكلم عن كاس العالم جاسم يعقوب 78، كان متابع جيد لجميع مباريات كاس العالم 78 في الارجنتين طبعا، وتكلم عن يعني بعض نجوم مثل كمبس وعجابه في كمبس. الان انتقل الى اداء او نتائج منتخب الكويت في تصفيات كاس العالم 78، وساله الخطا اللي اخذته على لاعبينا وانتم تخوضون مباريات الوصول لدور ال 16. طبعا قال الاصابات المفاجئه حالة دون وصولنا لدور 16، ولا صحيح. أعتقد أن هناك أي لاعب قصر في إعطاء ما عنده من إمكانيات. وكذلك تكلم عن يعني من ترشح من المدربين العالميين ليقوم بإعداد منتخب الكويتي لكرة القدم، يقول لازلت أؤيد عودة زاغالو. صحيح. ولو كان مع منتخب البرازيل في مباريات كأس العالم لحققت البرازيل نتائج أفضل. صحيح. طبعا يعني أهم رسالة أو مكالمة تلقيتها وأن تجري العملية الجراحية من جمهورك. طبعا لا أفرق بين أي مكالمة أو رسالة تصلني من الجمهور، ولكني أحسست أن هناك من تتبع أخباري وينتظر طبعا شفائي وعودتي للملاعب، وهذا طبعا أسمى إحساس عشت فيه. طبعا لماذا أنت الآن مضرب عن الزواج؟ فقال لم أضرب عن الزواج، ولكن لم يأتي الوقت المناسب للزواج بعد، والزواج عموما نوع من الاستقرار والراحة النفسية، وأتمنى أن أحصل عليه في أقرب وقت. بعد 4 سنوات تزوج. إيه نعم. 82. مارس 82. نعم. توقعاتك عن أقوى الفرق المنافسة لمسابقات الموسم الكروي المقبل؟ أعتقد أن المنافسة راح تنحصر بين الكويت والقادسية، وقد يدخل السالمية منافس ثالث، وأتمنى عودة اللاعبين الأجانب ليشاركوا في نشاط اللعبة لتعود المنافسة ونديتها لجميع الأندية بدلا من حصارها في ناديين أو ثلاثة فقط. طبعا الموسم اللي تكلم عنه هو موسم 78-79 اللي فاز فيه نادي الكويت في بطولة الدوري، والثاني كان العربي، والثالث أعتقد كاظمة، أعتقد إذا ما كاظمة كان. نعم. النتيجة التي تتوقعها لمباراة الأهلي المصري والكويت، هذه شنو كانت منافسة بها؟ الأهلي المصري والكويت ما لعبوا. أي التعادل. وعموما الأهلي من أكبر الأندية العربية، ولا بد أن يقدم العرض اللي يليق بسمعته. وبالنسبة لنادي الكويت يعتبر من الأندية العربية القوية، يضم نجوما دوليين ويلعب على أرضه ولن يقبل خسارة. بس لعبه ولا لا؟ لا ما أعتقد. لا. إيه. هل سبق أن ركبت الخيل؟ يقول ركبت الخيل في القاهرة والأردن، وأتمنى أن أمارسها في الكويت لو وجدت الفرصة والوقت. يقول أنا أفضل فنون الفروسية من قفز واستعرض. ماذا تقول في هؤلاء اللاعبين؟ أول شيء يوسف سويد يقول لاعب سيحتل مكانه في المنتخب الوطني عن قريب. صحيح. فعلا يعني يوسف سويد احتل هذه المكانة. خليل إبراهيم لاعب جيد يجيد التغطية والهجوم ويحتاج لشيء من الخبرة. شلونك نطلع فاصل أبو غازي ونتابع بقية اللقاء؟ أعزائي المشاهدين خلوكم معانا لا تبعدون، فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا، وإحنا في البارت الأول كنا ولا زلنا مع مجلة الفروسية 78. نعم.
طبعا هو تكلم عن يوسف سويد. يوسف سويد وقال له طبعا اللاعب راح يكون له مكانه في لاعب نادي كاظم يوسف سويد. وخليل ابراهيم. خليل ابراهيم ايضا لاعب نادي كاظم يلعب. قال له طبعا وينج باك. قال له يجيد التغطيه والهجوم ويحتاج نوع من الخبره. ساله عن علي المله. ايه اتمنى ان يعني يتحلى لاعبي الكويت باخلاق وروح هذا اللاعب. اكيد علي المله. علي المله يعني طاقه جباره. علي المله مشكلته من موسم 75 من سنة 75 إلى غاية ما جاز قالوا كمل ويا الفريق. علي الملا يمكن الحياة العسكرية انخراط نعم. بالسلك العسكري هو يمكن أثر عليه وعلى وأيضا هبوط مستوى النادي العربي في تلك الفترة وبروز نجوم في خط المقدمة يمكن أثر شوي على علي الملا. نعم طبعا بدر أبو عباس يتحمل العبء الأكبر بالنادي العربي. 78 كان فترة ذهبية لبدر أبو عباس. صحيح يعني يتحمل العبء الأكبر في بالنادي العربي. صحيح. أسأله عن فتحي كميل يقول من أحسن مهاجمي الكويت ذو مستوى دولي يؤهله للعب في أي دولة أوروبية. فتحي مهاري وفتحي ذكي وفتحي متعة يعني تذكر ب 77 قبلها اللي بارته مع استراليا. ايه كان 77 77 اي اللي شالوا الجماهير العربية. ايه بحضر المباراة وشالوا يعني أحرز هدف جميل جدا في مرمى استراليا وقتها يعني تو عائد من الإصابة فتحي كان مراهن عليه يعني جاسم طاح تعور بالإصابة وفتحي دش يكمل مع الفريق كان مراهن عليه يعني سماه بليل العرب أنا قادم معاي بليل العرب لأن زقالو كان مرتبط بالبرازيل ومعروف يعني زقالو لما جاء الكويت أساسا شهرته سابقته فكان الصحف يكلمونه هو مدرب بليه فقال عندي بليل العرب وبالفعل فتحي يعني صار وجال هناك المباراة. الآن طبعا آخر لاعب ونجم هو سعد الحوطي يعني رفيق الدرب قال له يعني سعد الحوطي قال له يستحق لقب أحسن لاعب كرة لموسم 77-78 وبالفعل هو فاز فيه وعطوه كنا سيارة. نعم سعد الحوطي كابرس لا عطوه فيات أعتقد 77-78 سعد الحوطي لاعب يقدر يلعب قلب دفاع ويقدر يلعب نص يقدر يلعب تحت المهاجمين يعني نعم. مهاجم يعني سعد الحوطي مميز صراحة نعم. كابتن المونديالي نعم طبعا هل أنت راضي عن فريق الغاتية رد جاسم أتمنى أن نلمس زيادة تعاون من لاعبين هل ظهر في ملاعبنا جاسم يعقوب جديد الملاعب أظهرت جاسم يعقوب استطاعتها أظهار أكثر من جاسم يعقوب هل قرر شقيق سلطان يعقوب الاعتزال بالفعل شقيقي يعني سلطان قرر الاعتزال واعتبر هذا القرار خسارة كبيرة لنادي الغاتسية ولي بالذات حيث أنه خير معين لي في الملعب ولتوجيهاته يعني شأنها وأثرها أثناء سير المباريات. طبعا سلطان يعقوب النجم شقيق جاسم يعقوب وقبل جاسم يعقوب بالنادي كان بلش موسم 67 أو يمكن 67 بلى ف يعني اختير المنتخب على فترات لكن ختم مشواره مع المنتخب في كأس آسيا في كأس تصفيات كأس العالم اللي هي 78 اللي لعبنا باستراليا نعم. وكان سلطان يلعب مع المنتخب ومع اللاعبين وابتعد بعدين عن صحيح. الرياضة نعم طبعا يعني هل فقدت الكثير من إحساسك للكرة لغيابك الطويل عنها يقول بالطبع فقدت الكثير من إحساسي ولكن لن أعود للملعب إلا كما كنت بكامل إحساسي ولياقتي ومهارتي وفعلا عاد رجع مباراته مع نادي برازيلي وقتها منتخب الكويت كان خسران يا 1-0 أو 2-1 لكن جاسم يعني حس التهديفي كان لحين مو مسيطر عليه كورتين والله كل واحد احلى من الثانيه نعم. اللي فوق العارضه واللي شاتها الجول شيء يعني كان نجم مبدع وصلنا التجوري بهذه تجوري صوره جاسم مع استاذ ابراهيم شتله صوره جميله للكابتن والمرعب جاسم يعقوب ايقونه الرياضه عندنا هنا وايقونه الملاعب نختم فيها حلقتنا اعزائي المشاهدين لا يسعني في نهايه الحلقه الا اني اشكركم على المتابعه واشكر زميلي فهد عبد الجليل الى ان نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمه ومع السلامه